مشاهدي هذا الصباح هننتقل مع حضراتكم لزميلنا كريم رجب مراسل لإكسترا نيوز، ونتابع ما يجري من وصول طائرة مساعدات تابعة لمنظمة الأونروا من الأردن إلى مطار العريش تمهيدا لنقل حمولتها إلى قطاع غزة. صباح الخير يارا ورامي. يعني احنا الان موجودين في مطار العريش، وربما هذا العدد الخاص بالطائرات التي وصلت الى مطار العريش خلال هذا اليوم ارتفع ليصل الى 4 طائرات خلال هذا اليوم. وكما توضح الصوره هناك بعض الطائرات التي يعني تتواجد هنا في مطار العريش والتي وصلت منذ دقائق معدوده. اول طائره هي كانت طائره تابعه لمنظمه الأونروا وهي قادمه من المملكة الهاشمية الأردنية، وكان على متنها مساعدات عبارة عن مستلزمات طبية. وكما نعلم أن هناك مستشفى ميداني أيضا أردني سيقام في مدينة خان يونس، وتم نقل المعدات الخاصة به منذ يومين تقريبا، وتقوم الأونروا بدور مهم في إمداد هذه المستشفيات وأيضا القيام بمد المستشفيات في قطاع غزة بالعديد من المساعدات سواء كانت مستلزمات طبية أو غذائية. بجانب هذه الطائرة توجد الطائرة الثانية، وهي طائرة قادمة من الإمارات وعلى متنها المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتم تفريغ حمولتها من جانب الأطقم الموجودة هنا في مطار العريش من أجل تمهيد نقلها إلى قطاع غزة. ثم بعد ذلك الطائرة الثالثة وهي خاصة بسلطنة عمان، وهي عبارة عن مساعدات غذائية وإنسانية، سيتم أيضا تفريغ حمولتها من جانب فرق الهلال الأحمر والتي تتواجد هنا من أجل الإشراف والقيام بهذه المهام، ومن ثم تخزين هذه الحمولات هنا في المستودعات الخاصة بتخزين الشحنات الخاصة بالمساعدات داخل مطار العريش. وأخيرا وهي الطائرة الرابعة وهي خاصة بدولة قطر، وكما توضح الصورة هناك بعض المساعدات التي يتم تفريغها على هذه المعدات، وأيضا هناك فريق من أهل الهلال الأحمر يتابع هذه العملية، بالإضافة إلى أن هذه الطائرة أيضا أثناء عودتها إلى الدوحة مرة أخرى ستقوم بنقل مجموعة من مزدوجي الجنسية الذين خرجوا من قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وهم الآن يستعدون لمغادرة الأراضي المصرية عبر هذه الطائرة التي ستعاود مرة أخرى إلى الدوحة بعد أن يتم تفريغ هذه الشحنات الخاصة بالمساعدات. بذلك يصل عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 من أكتوبر الماضي حتى هذه اللحظة إلى ما يقارب 180 طائرة مساعدات. وهناك تسهيلات من الدولة المصرية بناء على توجيهات القيادة السياسية بتسهيل مهمة هذه الطائرات ووصول المساعدات وحتى يتم نقلها تباعا إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى أن هناك 7 مخازن تتواجد هنا في مدينة العريش، وبعض هذه المخازن مزوب بمبردات حتى يتم الحفاظ أو الحفظ المواد أو الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل جيد، وبالتالي تحافظ هذه المبردات على سلامة هذه الأدوية حتى يتم نقلها إلى قطاع غزة. أيضا بالنسبة للمساعدات التي تتواجد في مدينة العريش وفقا لآخر الإحصاءات فإنها يعني تتجاوز 9000 طن، ومعظم هذه المساعدات قدمها الهلال الأحمر والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي ومؤسسة حياة كريمة، فالجانب المصري هو من قدم القطاع الأعظم من هذه المساعدات والتي وصلت إلى الأراضي الفلسطينية، بالإضافة أيضا إلى أن هناك عدد من الدول قامت بتقديم مساعدتها وهي عبارة عن 29 دولة فضلا عن 15 منظمة دولية حتى هذه اللحظة تقدم مساعدتها إلى هنا، تأتي إلى هنا إلى الأراضي المصرية ومن ثم يتم عبورها تباعا إلى قطاع غزة. شكرا زميلنا العزيز مراسل إكسترا نيوز كريم رجب لمتابعة ونقل هذه الصورة من مطار العريش، بنشكرك شكرا جزيلا يا كريم.